متتبعو مشاهدي قناة شيف تي في مرحبا بكم في هذا اللقاء المباشر من مقر البرلمان ومن مكتب فريق التقدم وال... من فريق من مكتب المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية مع رئيسة المجموعة الأستاذة عائشة البرق. أستاذة عائشة مرحبا بك. مرحبا سيدي. أستاذ عائشة يعني ف يعني تابعتم يعني كما تابع الجميع اخر الموضوع الساعة واخر ردود الفعل فيما يخص الازمة بين اسبانيا والمغرب بعد ازمة سبتة المحتلة، كيف تابعتم انتم الموضوع؟ أه كمغربيه كمغربيه أه وك في بحال بحال المغاربه كاملين الراي العام الوطني أه المحيط الاقليمي المحيط الدولي تبعت... تبعناه كمسؤوله سياسيه كبرلمانيه أه تبعناه كما تبعون المغاربه كاملين بواحد الاهتمام كبير وحاتيت لان كنا تتبع أه كما كنقولوا فوق ما كنلقاو شي فرصه كنرجعوا للتليفونات ديالنا باش نعرفوا التطورات ديال هاد ديال هاد الازمه بحرقه كبيره لان الازمه هي مع جاره اللي هي قريبه اللي هي اسبانيا واللي كتجمعنا معها اواصر كبيره وتاريخيه وعريقه بطبيعه الحال الاحداث ديال سبته المحتله اللي حنا في التقدم الاشتراكي وفي المجموعه النيابيه كنعتبروها هي كتكون هي جزء من 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 مشكل اللي هو المشكل ديال الهجره اللي هو مشكل بنيوي واللي كيتعلق ماشي غير بالمعبر ديال ديال, ديال سبته او هو كيتعلق بالبحر الابيض المتوسط لانه هو بوابه على اوروبا والمغرب كان كيلعب فيه دور كبير 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 في هذا الملف ديال في اطار التعاون ماشي مع اسبانيا مع مع, الـ مع الاتحاد الاوروبي ككل وبطبيعه الحال اليوم كان القراءه ديالو او التتبع ديالو للاسف كيتم في واحد السياق بواحد الخلفيه لان هي الخلفيه ديال الازمه وديال العلاقات ديال التوتر اللي اللي كاينه اليوم بين بلادنا بين المغرب وبين بين اسبانيا الجاره واللي كلشي عرفها كل شيء عارفها المغاربة كلهم عارفين وكما قلت المحيط الدولي كله كله عارف الخلفية ديال هذا التوتر لأن الخلفية ديال هذا التوتر لأن المغرب ما بقاش قابل وما بقاش يمكن له يقبل بأنه إسبانيا تعمل مع المغرب بوجهين <applause> وجه في العلن وكتقول بانها علاقاتها مع المغرب كشريك استراتيجي، كشريك متميز وفي اطار ما هو تعاون اقتصادي، فيما هو تعاون امني، فيما هو تعاون حول ظاهره ديال الارهاب، فيما هو الملف الهجره، ولكن بشكل بوجه اخر سري سري، وحنا كلنا كنعرفوا اللي خلى هذه الازمه تبرز بشكل كبير، هي الخلفيه ديال ديال, ديال الاستقبال ديالها للزعيم الوهمي. لكيان وهمي وبالتالي في الظاهر هو المغرب شريك مزيان وكيخدم معنا وكنتعاونوا ومتميز وشراكه متميزه ولكن ضربت من الخلف وفي السريه تستقبل بشكل سري بي 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 بهويه مزوره هويه جزائريه وبشكل سري وفي حين هو ماشي زعيم وهمي لكيان وهمي هو متابع هو في حاله موجهه له تهم تهم جرائم ضد الانسانيه جرائم ديال التعذيب جرائم ديال الاغتصاب جرائم ديال 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 هذا وبالتالي المغرب ما كان الا في حقه باش كيبغى يبغى الوضوح بغى الوضوح في هذه العلاقه ما يمكنش في العلن المغرب زوين ويتلقى الضربات من الخلف في القضايا الوطنيه ديالو الاولى اللي ما يمكنش اللي هي خط احمر بالنسبه للمغرب اللي هي القضيه الوطنيه وبطبيعه الحال بطبيعه الحال الاحداث ديال 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 سبته المحتله كتبين خصنا نقراوها كما كنقولوا كنقراوها في السياق ديال قلت لكم نعزلوهاش على السياق ديال الملف اللي هو بنيوي وشائك ديال الهجره ولكن حنا في تقدم الاشتراكية او المغاربه كاملين راه ما خافياش عليهم هنا راه كيتبين بالوضوح كيتبين بالوضوح الدور اللي كيلعب المغرب علاش غتحاسبوا المغرب نحسبوا حتى اسبانيا علاش المغرب هو اللي غادي الحدود ديالو لكن خصنا نحميو خصها تكون حمايه مشتركه لا في الحدود في الحدود ديالنا ولا في الحدود الجهه ديال ديال ديال, اسبانيا كتبين بان المغرب كيلعب دور كبير بامكانياته المتواضعه لان ماشي داك الدعم اللي غادي يقدم لنا الاتحاد الاوروبي ولا هذا راه هو راه امكانيات كبيره كيبدلها المغرب باش يمكن له يدبر هذا التدفق الدا... هذا التدفق اللي ماشي من 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 هذا من 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 بلدان الس... من بلدان الساحل واللي ماشي تدفق ديال الهجره او التجاره في البشر او الهجره السريه ولا يمكن له يتدفق معاك نقول لك ملفات امنيه ملفات ديال ديال ديال, 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 ديال الارهاب وبالتالي حنا حنا اليوم كنقول المغرب خذا 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 خدا 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 الموقف اللي خصو يتاخدو ما يمكنكش تستعملي معايا جوج د الوجوه ما يمكنلكش تسمعي معايا جوج ديال اللغات اللغه في العلن واللغه في السر اللي كتضرب اللي كتضرب اللي كتضربك في اللي كطعنك في ظهرك كما تنقولوا حنا المغاربه وكتضربك في القضايا الوطنيه ديالك الاولى استاذه عائشه يعني في اطار يعني تحدثتي عن ردود المواقف يعني كيف تابعتم انتم يعني الردود ديال الدبلوماسيه المغربيه يعني خصوصا يعني بارزة واحد جوج الاسمين في في هذه الازمه اللي هما ناصر بوريطه والسفيره المغرب بمدريد آه كريمه بن عيش يعني كيف تابعت هذه الردود وكيف يعني رايتم الموضوع من حنا في حنا حنا كنامنوا بالدبلوماسيه المغربيه كاين الدبلوماسيه الرسميه وباين العمل ديالها بشكل كبير ونرجعوا اللور ماشي غير و... ماشي وليد اليوم هذه المرحله كلها تقريبا دي ديال الاعتراف ديال, ديال ديال امريكا للفتح ديال الصفار ديال القنصليات بالاقاليم الاقاليم الجنوبيه زعما كاين واحد الدور كبير كتلعبوا الدبلوماسيه المغربيه في هذا ما يمكن لنا الا نعتزوا به ونفتخروا به الدبلوماسيه الرسميه وما يمكن لنا الا نعتزوا بالدور ديال السفيره ديالنا كريمه بنعيش في هذا في هذا في الدفاع المستميت على المصالح ديال ديال البلاد وخصوصاً تنقول لك المصالح الاقتصاد <applause> الاقتصاديه والمصالح الاجتماعيه بصح كل ولكن المصالح الوطنيه القضيه الاولى الوطنيه هذو ممكن لنا الا نعتزوا وممكن لنا الا نفتخروا وعندنا الثقه ثقة كبيرة لان كنامنوا بان في بلادنا وهذا الملف حنا كنعتبروه ملف سيادي ملفه سيادية وكنقدروا بان كاين فيه ملفات زعما فيه في قرارات اللي هي اللي هي سياديه ونطمئن الدبلوماسيه الرسميه ديال بلادنا لان حنا اليوم انا ما كنكتبش جد جد سعيده لان كنشوف سفيره من مستوى ومن الكاريزما ديال كريمه بنعيش ديال السيده السفيره كريمه بنعيش والكفاءه والمغرب الحمد لله يزهر كفاءات نساء ورجال والوجه المشرف للمغاربه وكوجه نسائي ممكن الى عالية عاليا كامراه كمغربيه وهي كسفيره واللي بغيت نقول بان الدبلوماسيه المغربيه الرسميه ما يمكن لها الا تكون مدعومه بالرسميه كما تنقولوا حنايا الدبلوماسيه الموازيه احنا الموزية. كتقدم مشتركية كذا كحزب ديال التقدم الاشتراكي كمكون من مكونات ديال ديال, ديال 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 البلاد كنا بقدرنا بالبلاغات كما تنقولوا والتنديد وهذا والوقوف والتشبث بان على الدفاع قضيتنا المشروعه قضيتنا قضيه وحدتنا الوطنيه وخدينا مبادرات خدينا مبادرات تنقول على المستوى الحزبي بانه تمت مراسله جميع الاحزاب اليساريه تعبئه مغاربه العالم اللي هم في التنظيمات تعبئه كل الاليات اللي عندنا في اطار الشراكات اللي عندنا ماشي في الدول ماشي في مع الاحزاب اليساريه او الاحزاب الليضة. مع الاحزاب اليساريه اللي كاينه عبر العالم بما فيها الدول العربيه بما فيها اوروبا بما فيها هذا وبالتالي كاين هذا الدور على المستوى البرلمان بدر إلى جانب الفروق إلى دعوة باش تعقد جلسة الاجتماع ديال اللجنة الخارجية، كاين مساعي حقيقية بأنه باش كاين حرص ديال السيد الوزير بوريطان، نحن كنتفاهموا الانشغالات ديالو لأنه هو في الواجهة الأولى وكيخرج الإعلام الدولي وفي الخطوط الأمامية، ولكن كاين حرص على أنه يجي يجي البرلمان. على مستوى البرلمان ما كايناش غير هذا العقد ديال اللجنه ديال 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 الخارجيه، كاين حتى مبادرات اخرى كنا ناقشناها اليوم في اجتماع ديال الرؤساء، مثلا حنا عندنا تمثيليه ديال المغرب في اطار شراكة بطبيعه الحال الشراكات المتعدده كما مع الجمعيه الجمعيه البرلمانيه لمجلس اوروبا في اطار شريك من اجل الديمقراطيه مع لاكوميسيون ميكس في الاتحاد الاوروبي، عندنا مبادرات عندنا عندنا كما تنقولوا حنا مجموعات صداقة وربما اول مبادره اللي غادي تجي في هذه الايام القليله هي الاجتماع الاجتماع ديال مجموعه الصداقه بين المغرب والبرتغال وكيفاش غادي نفتحوا على كاع الدول ديال 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 الاتحاد الاوروبي مع الاتحاد الاوروبي ومع اوروبا بصفه عامه. يعني كاخر سؤال استاذه عائشه يعني انتم كمجموعه نيابيه تنتمي الى المعارضه بالبرلمان، يعني كيفاش كتشوفوا بان هذه الازمه هذه الافاق الحلول ديالها كيفاش كتشوفوا انتم؟ <applause> هاد هاد الازمه وهاد هاد هاد التوتر الواقع, الواقع اليوم، هذا خصو يكون كيما في حنايا بالفرنسي سو دو تو <applause> هذا ما فيهش معارضه وما فيهش اغلبيه، هذا فيه الوطن، فيه المغاربه. ما فيهش هذا هذا من الاغلبيه وهذا من المعارضه هذه فيه وحده الصف هذا فيه تمثيل الجبهه الداخليه ما كاينش هذا سي حنا المغرب المغرب عنده كما كنقول كاين تدبير يقيد كاين تدبير محكم وكيبان من هذه النتائج اللي كان اللي كتجي وبالنسبه للتوتر مع مع الجاره الاسبانيه ماشي وليد اليوم الجاره الاسبانيه للاسف رغم ما زعما ديك العلاقات ديال الاواصر اللي كتجمعنا معها كتشوف ان مصالحها بدات كت بدات كت احنا بدات كت كما تنقولوا حنا بدات من يدينا حنايا على على ترسيم الحدود ديال المياه الاقليميه لا ترى لا ترى بعين من الرضا بانه يكون 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 الميناء المتوسطي ديال طنجه لا ترى بعين الرضا الميناء الاطلسي اللي كي اللي غادي يجمع وكيفاش انخرطات فيه دول وهي ما بقاتش عندها واش فهمتي يد كيفاش تسد المعبر ديال سبته وكنرجعوا لسبته المحتله وكيفاش تسد المعبر في 2018 المعبر ديال 2018 اللي حنا كنعتبروه كان معبر ديال الذل لان كانت كتكون فيه واحد الممارسات لا انسانيه كان واحد المعبر ديال خصوصا النساء الحمالات اللي كنا كنسميهم الحمالات في اطار التهريب المعيشي تما بدات هي راه ماشي هادشي كما تنقولوا كيجي كي ولكن المغرب من حقه يدافع على مصالحه المغرب ما يمكنش يبقى مستمر الوضع بان حنا كنهضروا غير على المعبر ديال سبته المحتله كيفاش بانه كانت كان كان من خلال المدينه ديال, ديال سبته ما يمكنش الاقتصاد ديال ديال اسبانيا يكون على ظهر ديال الاقتصاد ديال ديال الanto... ديال ديال الوطن ديالنا ولكن هذا ما كاينش بان حنا في المغرب خصنا هذيك المناطق نلقاو لها بدائل ديال التنميه حقيقيه لان كيف ما تبعنا كما كنتبعوا كما تنقولوا بوطنيه كبيره ما يقع بكثر ما يؤلمنا وشكل لينا زعما داكشي مؤلم وصادم كيفاش شنا شباب ديال 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 ديال, 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 ديال المغاربه ركبوا امواج ديال امواج ديال كما تنقولوا حنا ديال ديال غامروا بالحياه ديالهم واذا بالفعل خصنا هذه الدبلوماسيه وهذا وداك الشيء ولكن هذا حنا قضايانا الداخليه خصنا نكبوا عليها باش نديروا برامج تنمويه حقيقيه ماشي غير في المناطق شمال مشاكل المناطق الحدود لان المناطق الحدود ديال المناطق الشرقيه تعاني في صنت مناطق اخرى تعاني في, في وبالتالي خصنا فعلا حنا المغرب عنده برامج تنمويه حقيقيه ولكن خصو الرفع من الوتيره وخصنا اللي كنعتبروا اللي خصنا نردو له البال واللي هو مقلق 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 ماشي الوضعيه الاجتماعيه الاوضاع الاجتماعيه راه علينا وعلى دوال الاوضاع الاجتماعيه راه تاع على هاد الدول الضفه اللي باغيين يمشيو لها واللي كيعتبروها بانها الجنه ولا هذا عندهم اوضاع اجتماعيه هو الياس الاحساس بالياس راه ماشي الياس غير الاحساس بالياس وانسداد الافق وبالتالي خصنا نفتحوا افق للشباب المغربي لان باش يامن اكثر بان عنده فرص في بلاده اكثر ما هي عنده فرص فرص على الخارج ورا الإمكانية ديال بانه نتنم داخليا ونديروا راه كاينه امكانياتنا غير خصنا في بعضياتنا ونثقوا في المؤسسات ديالنا ديال هاد ديال هاد الازمه أستاذ عائشة البلق شكرا جزيلا لك على هذه آه. المعطيات القيمة شكرا جزيلا آه. مرحبا سيدي